نرجع تاني لقصة شيرين ومقالته في حفل زفاف عمرو يوسف وكندا علوش. ومعي على الهاتف يعني الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. طارق، مساء الخير. اهلا، مساء الفل. يعني شيرين اعتذرت النهارده، وده كان متوقع طبعا، كان زي ما قبل كده قالت هعتزل الفن، وبعد يومين ثلاثه قالت خلاص انا رجعت في كلامي، فهو ده متوقع. يعني شايف ان الاعتذار ده يحسب لها، ولا يعني بتحلل ايه الموقف؟ ناس كتيره بتقول طب ده حاجه في، هي قالت ان ده حاجه في حفله خاصه، هل ده صحيح ولا الفنان لازم يكون واخد باله كويس قوي مما يقول سواء في حفله خاصه او حفله غير خاصه؟ لا، اولا ما عادش كده كلمه خاص وعام. النهارده في العصر اللي احنا فيه ما عادش في حاجه اسمها خاص الا وانت قاعده في البيت بس. حتى بيسجلوا مكالمات دلوقتي وبيذيعوها. ايوه. يعني حتى مكالماتنا العاديه يا طارق. اللي هي مع اصحابك ممكن تذاع. ايوه. اللي عايز اقوله، لا ده عام خلاص، لان انت في مليون موبايل موجود وفي كاميرات، وده حفل زفاف، فدخلت الصحافه ودخل كل حد. لا، هو عام وليس خاص. اخطات شيرين، يحسب لها ان هي سارعت بالاعتذار. لكن لازم نفكر انه الفنان لازم هناك عقل يقود موهبته. انا اللي انا شفته انه حد مش مدرك، هي عايزه تجامل تامر لا بأس، وتامر مطرب كويس ويستحق المجامله والتشجيع. لكن لو تلاحظي حتى قالت ان مش معترفه بس غير بحماقي وتامر. طب ما في 10 اسماء على الاقل هي مش معترفه بيهم، اكيد هي ما تقصدش، بس ما فيش عقل يدير الموهبه ولا يعمل نوع من الغربله او يعرف ظلال الكلمه. وهي دي مشكله شيرين، صوت ربنا اداله موهبه ضخمه جدا بيدخل قلوب الناس، لدرجه ان هي لما عملت مسلسل طريقي شوفي نجح قد ايه. صحيح. برغم ان هي مش موهوبه كممثله، لكن من فرط حب الناس تجاوزوا عن فكره انها هل تجيد فن الاداء ولا هي لا تجيد فن الاداء الدرامي، بس الحب تجاوز عليها ان هي تقول الحمد لله ان ربنا اداها كل هذا الحب، لكن تراعي انه الكلمات لها ظلال، وانه لما تدخل في معارك من هذا القبيل بتفقد جزء من حب الناس. يعني طب ليه الرصيد يقل؟ خلي الرصيد يزيد. طارق، هل دي يعني زمان كمان كان الفنانين ساعات بيقولوا حاجات على بعض، يعني اكيد بتذكر في ال... طبعا ده حتى الموسيقار محمد عبد الوهاب استاذ الوسوسه، اللي هو يعني عشان يقول كلمه يفكر 1000 مره ايه اللي ممكن تعمله في كلمه. مره غلط في حق سيد درويش. قال ايه؟ قال ان هو بيلحن وهو تحت تاثير الادمان. لان انه بياخد مخدرات. وهو المهم اترفعت دعوه عليه في الستينيات، وكان ممكن يتسجن فيها لانه ده سب وقذف، فاعتذر وخلصت المشكله. فيعني طبعا لا يسلم الامر انه حتى الكبار ممكن يغلطوا. مره محمود الشريف الموسيقار الكبير بعد هزيمه 67 قال لك انه سر الهزيمه الكوره والحشيش وام كلثوم. يا ساتر، وليه ام كلثوم ليه؟ قال لك لانها بتعمل اغاني فغيبت الناس، يعني فرط حب الناس لام كلثوم خلاهم ما يهتموش بالعمل ولا بان احنا نقوي نفسنا دفاعيا وانه نستشعر ان هناك عدو، حاجات كده. فبيحصل احيانا انه الفنان يقول كلمات. مره جمال سلامه قال انه الريس بيره، او متقال، لا الريس متقال، إناوي متقال، مثقف موسيقيا اكتر من محمد عبد الوهاب، وكان عبد الوهاب عايش بالمناسبه. يعني الكلام ده ما قالوش بعد رحيل عبد الوهاب، قالوا عبد الوهاب. طارق، السوشيال ميديا بقت قاسيه جدا، يعني اخطات شيرين كلنا متفقين انها اخطات ثم اعتذرت، تفتكر الناس هتبقى رحيمه بيها يا طارق، ولا انت شفت ان الناس نازله تقطيع، وده جمهور ده ضد جمهور ده، والدنيا بقت يعني السوشيال ميديا بقت قاسيه جدا، هل في رحمه؟ هل هذه الظاهره ستنتهي؟ يعني زي ما قلت لك ام كلثوم، والزمن بينسي حزن وفرح ياما. يعني فاكيد، لان كل شويه، مش لسه من يومين كانت داليا البحيري قالت كلمه، قالت وصفت ابو تريكه انه ارهابي واعتذرت. واظن حصل شيء مشابه. فيعني انت كل يوم في حاجه. وقبل كده حلمي بكر لما قال لعدويه اعتزل وبعدين اعتذر، والدنيا يعني الصفحه بتنطوي الامور. قد في اللحظه الناس تفتكر انه خلاص دي لقطه ثابته، لكن اللقطات لانها كتيره والاحداث كتيره، كان زمان فعلا الناس ممكن تتوقف امام حدث. دلوقتي من ملاحقه الاحداث هتلاقي بكره في حد بيهاجم مثلا محمد منير، فالناس تنسى بقى
انه الهجوم بتاع شيرين على عمرو دياب. يعني أنا بشكرك طارق الشناوي.